مولاها عند عيطت لمولاها عند السرعات اليوم هنا كامل عندك الفواتر تاعكم فواتر الشارع هذا مو مش حاضر الفواتر ما كانش في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها تمكنت الفرقة الإقليمية للذكر الوطني بالسمار بولاية الجزائر من توقيف صاحب محل يقوم ببيع قطع الغيار علب سرعات مستعملة مستوردة عن طريق التهريب بإقليم بلدية السمار. العملية جاءت إثر معلومات مؤكدة مفادها حيازة أحد الأشخاص على كمية معتبرة من قطع الغيار المستعملة والمحظورة حظر مطلق على مستوى الوطن مخزنة بإحدى ورشات تصليح المركبات والمتمثلة في علب السرعات الأوتوماتيكية الخاصة بالسيارات نوع فولكسفاجن والمقدر عددها ب 67 علبة سرعة الخاصة بمختلف العلامات تقدر قيمتها المالية بمليار و100 مليون سنتيم. بعد الاستفسار مع صاحب الورشة عن فواتير الشراء تبين أنها سلع مهربة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم حجز هذه السلع وتسليمها لمصالح الجمارك وتوقيف صاحب الورشة من أجل جنحة حيازة قطع غيار مستوردة عن طريق التهريب.